اما بالنسبه للمعلمين فاحنا هو ده برضو اصلاح للمنظومه التعليميه او جزء من اصلاح المنظومه التعليميه، ان انا امكن المعلم ان هو يبقى بيتقاضى راتب الى حد ما مقبول وبامنه وبعينه كمان، لان طبعا ما ينفعش المعلم يبقى شغال بالحصه. بنتكلم عن تعيين 30,000 معلم سنويا لمده 5 سنوات سنويا، يعني كل سنه طبعا. هل ده شايف انه ده ممكن يكون حل جذري لمشاكل التعليم بشكل عام؟ ده بالتاكيد ده جزء، ده ركن مهم، المعلم ركن مهم. واحنا يعني كنا الواحد بيسمع عن فكره لا هنجيب مدرسين بالحصه، لا باليوم، لا مش يعني ده كلام مهين للمعلم. صحيح. المعلم النهارده لابد ان يكون يعني ايه له قدر من الوقار، وبالتالي كيفيه التعامل معاه دي هي اللي بتديله قدر من الوقار. لكن ما ينفعش يبقى الطالب عارف ان المعلم جايب الحصه يشتغل الحصه ب 20 جنيه عيبه في حق المدرس. صحيح. ويقلل من قيمه المدرس، وبالتالي القرار النهارده بتعيين المعلمين وان هم مرتباتهم تزيد او مكافئاتهم تزيد، ده يعني بيعفي ان المعلم يعني احيانا نظرا للحاجه يتسول لمساله احنا كمان بنتكلم يا فندم على يعني قانون جديد خاص بمرتبات الاساتذه المتفرغين، بحيث ان احنا كمان يعني تكون في مرتبات تليق بيهم. احنا كنا بنتكلم عن ارقام مش عايزين خلاص يعني، بس ما كانتش بتليق بيهم بشكل كبير، لكن دلوقتي كمان هيكون في قانون خاص بالاساتذه المتفرغين. نعم، ده انا بعتبر ان ده يعني ده جزء من الاصلاح، يمكن مش كل الاصلاح، لكن احنا بنعتبر ان دي بدايه مهمه لمساله اصلاح حال سواء المعلم او استاذ الجامعه، وبالتالي الاصلاح ده خطوه مهمه في في في, في لصالح ولادنا، سواء في اللي بيتعلم في الجامعه او بيتعلم في المدرسه. فاكرام المعلم النهارده بهذه الشكل يعني دي بادره طيبه، ويعني واصابتنا بالارتياح يعني.